السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم سنتكلم عن طريقة وهي طريقة شبيهة بالكشف، ولكن ليس الكشف، هو كشف من نوع آخر. هذه الطريقة هي من المجربات وهي جد سهلة. هناك عديد من الآيات للكشف وسأطرحها في المستقبل، ولكن سأقول لك الطريقة جد سهلة. يجب أن تقولها بقلب خاشع، يجب أن تقولها بقلب خاشع لمدة 40 يوم. يعني قبل أن تكمل 40 يوم ستبدأ ترى الأشياء، ترى الأشياء، ماذا سيحدث في يومك، مثلا بإذن الله، مثلا تنام وسترى ماذا سيحدث غدا بإذن الله وترى. ويقولون هذه الطريقة ليس فقط الكشف عليك، بل الكشف العالمي، ماذا سيحدث وترى كل شيء ماذا سيحدث. مثلا إذا حدث شيئا في مكان، في دولة ما أو في مكان ما، فأنت يأتيك الخبر، أو يأتيك الخبر قبل بإذن الله. هذه الطريقة ترى كل شيء ماذا سيحدث في العالم قبل أن تصبح، يعني ترى في المنام وفي الصباح يحدث ذلك الشيء. هذه من المجربات وهي جد سهلة، وهي من الطرق الموروثة التي يقول أن إذا طبقتها بقلب خاشع وتقول هذا الذكر بقلب خاشع ترى أشياء. هي للكشف، للكشف على الأسحار، والكشف على أي شيء، أي شيء. هي كشف شامل، كشف عليك وعلى من حولك وعلى في أي شيء، يعني أي شيء كنت تريد أن تعرفه فما عليك إلا تتبع الطريقة وستراه بإذن الله. هي البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة عندها عديد من الخواص، عديد من الأشياء ممكن أن تفعلها بالبسملة، لا تحصى ولا تعد. ومن خواصها 201، 201 تقولها في جلسة واحدة. من الأحسن أن تكون وراء العشاء في جلسة واحدة، تقولها يوميا قبل أن تقفل 40 يوم. ستبدأ ترى أحداث ماذا سيحدث بإذن الله. هذا من أسرع الكشف، ولكن يجب أن تقولها بنية وبخشوع، تقولها وأنت تتمعن في كلمات البسملة. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير، وإلى اللقاء، ومع السلامة.